هاي زباين ما يشيلونه؟ احنا اهالي حي موسى الكاظم، منطقة بيه مشروع مجاري جديد مياه امطار. هذا هسه الواقفين بيه حاليا اهل المنطقة. هذا شارع 20 مرتسم، يجي من المجسر مال الجامعة ويطلع للشارع المسبح. اجى المحافظ قبل فترة وقف هنا وقال هاي ارد تنفذونه، هذا الشارع تقصونه واي تجاوزات ما صير عليه. فمن دار وجهه راح المحافظ، لا واحد نفذ منع التجاوزات، وصار التجاوزات بالزايد عليه. هسه هاي وحده. الشغله الثانيه، من اشتغلوا مشروع المجاري احنا شمعنا يعني بدايه الشارع اشتغلوه ونهايته، بقت هاي المسافه تقريبا 100 متر ما اشتغلوها، داروا وجوهتهم ومشوا. فاحنا نطالب من سيد المحافظ ونترجاره جاء اخوي ان يجي هنا يحضر ويشوف تنفيذ الشارع ويشوف المشروع شلون شغله صار ويشوف معاناتنا ويحس بيها. احنا ترجينا مناشده المره الجايه لا تصير احتجاجنا تصعيدي، نوقف امام المشروع وسلميه، نوقف محتجين مقابل الشفل، نوقف بحيث ما نخلي العمل يمشي ولا يستمر. فاحنا نترجى المحافظ يجي يشوف معاناتنا. من ناشد محافظ المثنى بخصوص هذا الشارع، للعلم انه المنطقه كلها كامله، بقى بس هذا الشارع 20 تقريبا 100 متر، وهاي البيوت هسه نظاميه، اذا تصورها نظاميه والمجاري مفتره داير ما دايره هسه، واصله منا وعابره بيوتنا منا، بس هذا الشارع بقى. فالناشد ينظر لنا بهاي القضيه. جيب له مجاري ماكو شيء. اي لا ما يقبل.